مرحبا، أنا هيثم عادل من سكنة بغداد، ثيري آخر الحمد لله غزيري ديرة، وكم عاجب لي أجواء عيد قديس بهنام وسارة، وكم عيد باي مناسبة كل نشواثي اللي ديلة بالسويد وبأمريكا واللي ديلة خارج العراق أغلبيتي، والحمد لله والشكر ثيري أنا والعائلة، وحاليا أجواء كلش حلوية لآخر قو بغدادة وبصيخة وخ، وهي أول مرة ثيلا آخر وغزيلا أجواء لا بأس قوى، يعني بصراحة أنا مفاجئين بغداد لثوة هذا ثيلي آخر وغزيلي بصخوثة قوين الناشي، وأنا بصراحة مصدومين بهذا مناسبة، وإن شاء الله كل سنة بتاون إثيا، وشكرا أنكم عيدن كل سورايد عراق وحتى خارج عراق قو أي إذا بهنام وسارة، شكراً.